الناحيه اليسرى للنصر من اجل العوده يلعب الكره العرضيه وراسيه ثم تشوف جول 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 المره بالراس الكرواتي المره بالراس الكرواتي اشتغلوا الكروات اشتغلوا الكروات افزعوا مع مدربهم ايفان زوران ماميتش اللي جابها ايفان واللي لعبها مارين اللي لعبها توماس هوف واللي سجلها توما تشاك توما تشاك نصراوي توما تشاك في الشباك هدف هدف وسوت بالشباك تشاك للفريق النصراوي هدف